الحكمة والحب والحقد والصراع الأبدي بين الخير والشر جسدها أبطال مسلسل الكهف الذي تم تصويره في أصعب أوقات أزمة كورونا في وقت حظر التجول. التفاصيل مع سعود الخلف، نتابع. العرب يسولفوا سواليف ما تسر لا عدو ولا صديق. ناوي حالك غشيمة يا سويت الوجه. الكهف مسلسل بدوي سعودي يتناول صراعا بين شاعر مرهف قويت على اللي ما قويت عليه يا اخوي يا ولد امي وابوي وشقيقه التوأم المليء بالشر. ما انت اخوي ولا عليك. بسرد جديد على الاعمال البدوية تم تصويره في ظروف صعبة تزامنت مع حظر التجول في الاردن. وقفنا في الاردن محجورين 45 يوم وعدنا للعمل داخل شهر رمضان، فلم نستطع ان احنا نعرضه العام الماضي، فسيعرض هذا العام. تكلفة الانتاجية في ظل هاي الظروف ارتفعت، الاجراءات الطبية اللي موجودة، وجود كمامات، معقمات، فحوصات، هذا كله ما كان موجود قبل موضوع الكوفيد. لا اكيد صار في اختلاف كبير. توأم متناقض في الطباع. أنا ما أخاف من الغزو، إن كنت صادق عدلت عن الغزو. وسر عميق في كهف مظلم. ديرتكم مطموعا بها. وقصة حب معقدة. يا البنية اللي كنت تقصد بيها. وفتاة جمعت القسوة بالرومانسية. قالوا تحبه يا ولد قلت مدري، ترى الهوى يا إخوان صدق وشجاعة. حكايات تلاقت في صحراء الأردن بحبكة درامية مشوقة. شيحة مثل أي فتاة بتحلم أنه يجيها فارس بيحمل بإيده سيف وبإيده الثانية قصيدة، وفعلا بيحصل هذا الإشي، بس بتضطر تختار بين عائلها وقلبها. قليل ما أعمل دور أم، يعني أعمل دور أم لبنت صبية كتير، يعني كان في تحدي لإلي، لدرجة بتذكر أنه أنا يعني تقريبا الميك اب عملته يعني تقريبا مش موجود. يعني هلا بقمر الديره وطي حسك يا رويشد ليسمعك احد. الحب يحفظ للانسان ادميته، ولا مستحيل امام قوه الاراده، وتوافق العقل مع القلب يصنع حكمه وهيبه. اسرار كشفها صناع مسلسل الكهف. انا قلت اللي عندي. من عمان سعود الخلف، العربيه.